طبعاً تجربتنا اليوم بسيطة جداً، هو هم عن ترانسفر فانكشن وشلون نوجد شنو ترانسفر فانكشن. عنوان التجربة ظهرتكم التجربة مو ديجيتال كنترول سيميليشن لابوراتوري ظهر لكم؟ نعم ظهرت. التجربة الخامسة اخوان ستيب ريسبونس اوف ا ديسكريت تايم سيستم اند افكت اوف ذا سامبلينج تايم اون سيستم ريسبونس. يعني انا اذا وجدت شنو عندي سيستم ولد وجدت شنو هو ستيب ريسبونس له خوش وشوف تاثير السامبلينج بيريود. يعني كل لخصتكم يا بالتجربه هذه شخذتوا بالموديلينج اليوم انتم تلخصونه بالتجربه هذه وسويت لكم اياها بالسيميليشن وسويت لكم اياها بالسيميلينج هسه شلون التجربه هذه. طبعا اخوان طبعا انتم بصراحه مدللين بس انتم لحد الان ابناني مو ياكم فيس تو فيس ولا بالمحاضرات حتى بالامتحان اخوان خلطتكم اياها كله على الماتلاب يعني بس للقفه وجاد حكيها للقفه الحكي تقدرون بالماتلاب برمجيا تسوون كل الديجيتال كنترول مثل ما انا حلها كله بالماتلاب حتى اللي سيجيب لكم حلها بالماتلاب حلها بالماتلاب يعني على السريع ماكو دقيقتين حلها. ملخص لكم يعني عمل شلون تصورونه وشلون تمثلونه بالماتلاب ما يصير عندكم شيء ما يفتهمه بالنظر يجي بالماتلاب يتفهم وياه شلون. عندي يعني الغرض من التجربه هو شنو دراسه شنو كلوز لوب ريسبونس او ديسكريت تايم سيستم مثل ما اخذناه اخوانا شلون احنا هسه اخذنا الاوبن لوب والكلوز لوب واذا شنو السي اوف زد هذا السي اوف زد شلون اوجده يعني ارسم الاوتبوت مال السيستم مالتي بعدين اسوي كم يعني كمبارزن بين تون شنو بين الكونتينوس وبين الديسكريت يعني اشوف بالكونتينوس شنو بالديسكريت شنو واشوف تاثير اخوان نقطه ثالثه تأثير السامبلينج بريود يعني السامبلينج بريود تمام أشوف شنو السام من غير السامبلينج فريكونسي من غير السامبلينج فريكونسي إخوان أشوف شنو تأثيره على السيستم مالتي تأثيره شنو على المنظومة مالتي شيء يأثر لي. هذا إخوان الغرض من التجربة. إذا عندي شنو هو عندي كلوز لوب سيستم ديسكريت أو شنو الريسبونس مالتي أو الديسكريت يعني عندي كلوز لوب ريسبونس وجد شنو الاوتبوت لوه بعدين اقارن اسوي مقارنه بين الديسكريت بين الكونتينوس بعدين اشوف السامبلينج بريود اغير السامبلينج بريود واشوف شنو تاثيره على الريسبونس مالتي يعني شنو تاثير السامبلينج بريود على الريسبونس. احنا اخذنا اخوان هذا النظري اللي شرح لكم اياه يمكن اتوقع انتم بالكنترول كنت اتوقع استاذ علي هو يشرح لكم اياه اخذتوا شنو الفائده من الكلوز لوب ريم اذكركم بس اريم شنو الفائده من السيستم مالنا كلوز لوب ريسبونس هذا سنه اخذناه البلس ترانسيانت فانكشن شنو الفائده منه من ان نعمل نخلي المنظومه مالتي ضمن كلوز لوب سيستم شنو الغرض من هذه زكريا اريم صار كسلان اريم زكريا جاوبني شنو الغرض من الكلوز لوب سيستم؟ الغرض منه شنو؟ استاذ؟ نعم استاذ حتى يصير اكو ربط بين الانبوت والاوتبوت بعد هلا استاذ منو جاوب لي بس انطيني اسمه زكريا مو؟ لا استاذ نيث حسين وينو؟ محمد فواز محمد فواز استاذ محمد فواز موجود بالبث بس عنده مشكله بالمايك من الصبح بلغني خير ان شاء الله ظل عنده مشكله فراس نعم استاذ وياك شنو الفائده من 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 الكلوز لوب سيستم شنو الفائده من من الكلوز لوب سيستم اخوان انتوا الصف الثالث كليه هندسه وراح قسمكم تو كنترول راح تخرجون يعني ما نسوي كلوز لوب شنو فائده الكلوز لوب استاذ حتى يصير رابط بين الانبوت والاوتبوت اي رابط واحد حكايه غلط انت مشلل فيه لا استاذ على مود الاوتبوت يتبع الانبوت اذا عندي مثلا روبوت عايز يتحرك ايه شو يسوي تركب يعني بالضبط استاذ حتى يصحح الاشاره الانبوت يعني يسوي يعني شو يسوي يعني ايش انت الروبوت وصل الحايه يعني يسوي شو يسوي سوي تراكنج للاوتبوت على الانبوت يعني تقول الام انا الروبوت من عمك انت خلنا ناخذ المثال مالك الروبوت يتحرك لي
زاوية هالقد ومشي مسافة هالقد على سبيل المثال، بعدين يرجع غير اتجاه مالته يمشي اتجاه غير كذا ومسافة هالقد. يعني شيء يصير بشكل يقفل عن مثل طيارة وجاء تضرب هدف، تجي تقفل وتضرب الهدف، خلنا نقول بلانت صاروخ يروح يضرب يضرب لك ويفلش لك ما ادري وين جالس وانت تراكنج الانبوت. الاوتبوت يتبع الانبوت، يعني شنو جالس وانت يعني تحسن شنو من اشاره الانبوت الايرور، قلل الايرور بالفيدباك او واحده من هنا شنو نقلل الستيت ستيت ايرور. بالضبط صار هذا المقصود يعني. لا مو انت قصدت مو هذا، هذا هذا غير النقطه. لا يعني ايش وهذا صحيح جواب جوابك الاولي وهذا الثاني صحيح، بس الاولا نقلل الستيدي ستيت ايرور على سبيل المثال مثل ما انت قلت. اثنين نحسن الريسبونس مال السيستم. الريسبونس متكون من شنو يا جماعه؟ الريسبونس مو عندي ترانزيت وعندي ستيدي ستيت، مو تمام؟ عندي ترانزيت، الترانزيت شو كشبي بي الرايز تايم والصدلنج تايم وبي الاوفر شوت وبي البيك تايم، مو الشكل. انا اريد ماكو اريد مواصفات الاوت، يعني اسوي مواصفات السيستم مالتي مثل ما انت خلينا نقول كلامك تتبع الانبوت. يعني اذا دخل ستيب الاوتبوت يكون ستيب، ادخل الانبوت رامب الاوتبوت رامب، انا دخل الانبوت اكسلريشن الاوتبوت اكسلريشن، عندي بوزيشن كنترول ادخل الانبوت ابو لي هذا بزاويه 60 يتحرك لي الموتور بزاويه 60. عرفت شلون يعني؟ الروبوت اريد الانبوت مال ديسبليسمنت يتحرك بزاويه هالقد يتحرك للديسبليسمنت بزاويه. اذا اكو خلنا شنو احسن اول نقطه هو تحسين الريسبونس للسيستم، يحسن لي الريسبونس مال السيستم. هذا الفائده الاولى. الفائده الثانيه شنو؟ عندي يعني اي منظومه اكو عليها شنو اكو ديستربنس، اكو عليها ديستربنس هو يسوي ريجكشن للديستربنس، يعني اكو عليها ضوضاء ديستربنس ضوضاء هو يمنع لي يمنع لي النويز على السيستم مالتي. هذا النقطه الثانيه يمنع اي سيستم هذه ما كنت بالكنترول الكلاسيكال كنترول، يعني يمنع لي شنو يمنع لي شنو الديستربنس. هذه نقطه. النقطه الاولى يحسن لي الريسبونس، يعني الريسبونس يحسن لي مال السيستم. شلون يحسن لي الريسبونس مال السيستم؟ يحسن لي ترانزيت وستيت ستيت، يقلل الستيت ستيت ايرور، يحسن لي يسرع لي السيستم، مو تمام؟ يقلل لي الاوفر شوت. ليش يقلل لي الاوفر شوت؟ لان السيستم تم هذا تذبذب قبل السيستم يجي على استقرار. يحسن لي السطلنج تايم. شنو السطلنج تايم يا مصطفى عصام؟ السطلنج تايم مع السيستم مالتي شنو السطلنج تايم عمليا؟ شنو انتم بتهموا؟ استاذ هو الوقت اللي ياخذ النظام حتى يصل مرحله الاستقرار، اي الوقت اللي يستقرر النظام. مثلا الموتور شغلت انت الموتور خام قبل يستقر بالحمل مالته، هذا الفتره يتارجح بيها اي يعني تصير بيها اهتزازات، هذا يسمونه السطلنج تايم. از ذا تايم تيكن باي ذا ريسبونس تو ريتش يصل and within specified value. نقول مثلا التورنس هذا مثل 3% أو 2% أو 4%، إيش قد السطلنج تايم بعلاقة بزيتا أوميجا إن، مو شكل 3 أو 5 على زيتا أوميجا إن، مو شكل أخذته بالقوانين؟ تمام صح. مو تمام؟ تمام. الأخرى نقطة له كم نقطة صار أول تحسين الريسبونس ماس improve the response of the system. النقطة الثانية قلنا شنو قلنا reduce steady state error. النقطة الثالثة شنو rejection of the disturbance. النقطة الرابعة شنو أخواني؟ شنو النقطة الرابعة؟ أهم نقطة بقت، أهم نقطة عندكم من يجاوب يعمل النظام مستقر. عافية إجا من أنت؟ زينب. أي زينب؟ زينب خالد. زينب خالد. زينب خالد ليش 10 ويا الكوز هذا؟ يعني اليوم أسا أنت أنطش 10 ويا الكوز 10، يعني أجمعها نقسمها على 2، خاف تأخذن بالكوز 0 يصير 5. زينب خالد شكرا. إذن أخواني حس شنو آخر نقطة مهمة؟ ستابيليتي مع السيستم مالتي. إذا السيستم أنا ستيبل أسوي شنو ستيبل سيستم باز شنو كلوز لوب. إذا كان بالأوبن لوب أنا ستيبل أعمل شنو الكلوز لوب شو يسوي؟ سوي شنو ستيبل. ليش؟ لأن مواقع البوز أخوان شنو ستيبل؟ السيستم ستيبل أنا ستيبل. شنو معناته يا زينب خالد؟ شنو معناته زين السيستم ستيبل أنا ستيبل؟ مستقر وغير مستقر. مستقر وغير مستقر. هذا شنو معناته؟ إذا هذا جواب تاني تمام. زينب
شنو نقول سيستم استقر؟ اخوان اذا كانت البولز بجهه اليسار نقول السيستم ما انا مستقر، اذا كانت البولز ما انا بجهه اليمين السيستم يكون شنو انستابل، واذا كانت البولز ما انا مع السيستم ما انا الايماجين اكسس يكون شنو كريتيكال، كريتيكال اذا ما الايماجين اكسس، اذا كانت بجهه اليسار نقول شنو السيستم ما انا مستقر، اذا جاءت البولز ما انا بجهه اليمين السيستم يكون غير مستقر انستابل، ستابل وكريتيكال ستابل او ايماجينري ستابل، اذا كان شنو على البولز ما تكون 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 على الإيماجينري بارت يعني على الجي أوميجا أكسس. واضح؟ هذا أخوان الثيري مع تجربة. إحنا شنو هو هذا؟ شوف أخوان مطلقكم يعني هنا الشرح ماله، وتقدر واحد شان يقلبه ويلقاها. هذا الرايز تايم شون أحسن الرايز تايم، شون الديلي تايم والبيك تايم والآفر شوت والسطلنج تايم. هذا اخوان ايش اسمه عندكم هذا هذا السيستم مال بنكون بالديسكريت، راح يكون شو ندخل مثل احنا دائما ناخذ الانبوت مال للسكيل والديسكريت هو ياخذ شنو الانفلوب مال شكل الانبوت مال الداخل. اجي اخوان البروسيجر مالنا شنو البروسيجر؟ منطين بلانت اخوان، منطين هذا البلانت، هذا البلانت مالتي واحد على اس اس بلس 1، واقول له شنو هذا الفورورد، واقول له شنو يعني رابطه انا ضمن منظومه، واقول له دخل الانبوت مانه ستيب انبوت وجد لي شنو هو، وجد لي الاوتبوت وشوف لي الايفكت اوف ذا سامبلينج بيريود. شنو الايفكت اخوان مال سامبلينج بيريود؟ انا من احول من كونتينوس الى ديسكريت اخذ السامبلينج بيريود اخوان، اخذ السامبلينج بيريود اخذ يعني اكثر من سامبلينج بيريود، انا اتنوع بالسامبلينج بيريود وشوف شو تاثيره على السيستم مالتي الايفكت عليه، يعني شو يسوي السيستم مالتي، شو يصير عندي بالسيستم مالتي. نجي ناخذ اخوان ناخذ برمجيا شلون نكتبه. هذا اخوانك سي ال سي وكلير عمود عند الورك سبيس مالته يسوي شنو كلير، والسي ال اس شكو عندي كوماند تلغيها لي، والكلير على الورك سبيس يمسح لي المخزون مال الورك سبيس. عاجي اعرف السيستم مالتي النوميتر هو السيستم مالتي واحد على اس، شنو كان السيستم مالتي واحد على اس اس بلس 1، اذا شو يصير اس سكوير بلس 1 بلس اس، اذا من اقول اس سكوير بلس اس السيستم مالتي يصير عندي هذا الكوفيشنت مال اس سكوير، هذا الكوفيشنت مال اس، هذا شنو الحد المطلق صفر. هذا السيستم مالتي عملت له ترانسفير فانكشن راح يكون شنو هو نفس الترانسفير ان والدي. هسه السيستم مالتي اخوان ديسكريت، شوف اخوان اخذناها تجربه يمكن رقم احاوله، السيستم مالتي كونتينوس تو ديسكريت، وهذه النوع شنو الميثود مع التحويل اخوان، احنا كل الميثود مع التحويل مالنا شنو هو الزيرو اوردر هولد، حتى اذا ما نكتب هذا الزيرو اوردر هولد اذا ما اكتبه هو الديفولت مال الماتلاب هو الزيرو اوردر هولد، خلوها ببالكم الديفولت مال الماتلاب الزيرو اوردر هولد. نبات بالامتحان اخوان خلوها ببالكم، خلو هذا نبات بالامتحان، الطلاب يستخدمون الماتلاب بس ما ينتبه اذا ما كتب زيرو، انا نبات اجيب السؤال ما بي زيرو اوردر هولد، اجيب السؤال مع بلانت بس ما كاتب زيرو اوردر هولد ويا بالاناليتيكال التحليل عمود اوهم الطالب، الطالب قبل يروح الماتلاب يحل بالماتلاب بس شنو الماتلاب شو يطلع له؟ يطلع نتائج مضبوطه بس شنو هي زيرو اوردر هولد، وانا ما راي زيرو اوردر هولد فايش راح انطي صفر. بس انت عرفوا بين الفرق بين الحل النظري والحل بالماتلاب، الماتلاب بزيرو اوردر هولد، انا خليك انا متحول من نحول للكونتينوس الى الديسكريت. هذا اخوان عندنا اخذنا الفيرس اوردر هولد وعندنا التستنج ميثود وعندنا الزيرو اوردر هولد اخذناه اخوان، احنا شنو هذا يعني زيرو اوردر هولد. هسه شوف هذا السيستم ديسكريت، هذا السيستم كلوز لوب للكونتينوس فيدباك اخوان، هذا السيستم واحد يعني هذا ماكو فيه كلوز لوب، سوينا شنو كلوز لوب السيستم كلوز لوب ديسكريت. هذا شوف اخوان هذا الاوبن لوب حولته الى شنو الى كلوز لوب بالديسكريت اوجدناه. هسه اخوان ستيب هذا شنو هذا اخوان للكلوز للكونتينوس كلوز لوب، شوفوا هذا منطي شنو اللون مالته يكون لونه مثل يلو وخوش، وهولد اون مسوي السيستم مال شنو كلوز لوب ديسكريت ومنطيهم شنو البلو اللون الازرق منطي راس السيستم مالنا، وهولد اون على مود شنو هاج اخوان شكو عندي السامبلينج بيريود اخوان ماخذه 0.1 و 0.61 ماخذ ثلاث اشارات. هسه نفس اخوان هذه نفس اخوان اجي شنو غيره ايش قد هنا ماخذ هذا، شوف هذه هنا ماخذ السامبلينج بيريود ايش قد هذه واحد، اساس احول سيستم سيستم ديسكريت كتبت واحد عمود افرق بين كونتينوس تو ديسكريت بس غيرت السامبلينج بيريود ايش قد غيرت السامبلينج بيريود سويت 0.6 بدل ما كانت يعني واحد، واعيد نفس العمل يا اخوان هم سيستم كلوز لوب دي خوش واوجد شنو الفيدباك
خلني انطي اقول له ستيب وارسمه ارسمه على نفس الرسم يطلع لي كله يطلع لي كل قدام وتقدر اشوف شنو الفرق بيناتهم. بعدين اعيد العمليه مره ثالثه واخذ السيستم شنو بوينت 1 بالامتحان. تجيكم شكل اخوان تجيكم مثال اصعب من هذا. يعني اقول لك يعني اخذ مثلا سامبل بيريود اخذه مثلا تي كل 1 وتي بوينت 6 تي بوينت 1 وهم عدت نفس العمليه وهولد اون جريد على ما تطلع شنو تعرفون انتم تقسيمات مال الشاشه مالك ومنطليجنت هذا السيستم كونتينوس. السيستم هذا عم ترفع حسب اللون مالته راح انطيك عندما السامبل بيريود قيمته 1 السامبل بريود هنا قيمته الليجنت عمود شنو هي 0.6 والسامبل بريود هنا قيمته 0.1 ونكمل الحل مالنا. هسه شوف اخوان لاحظوا تعرفون شنو تاثير السامبل بريود. هسه اخوان هذا حولنا بين الديسكريت بين الكونتينرز. شوف هذا السيستم هذا اللون هذا تقريبا هذا اللون الاصفر تقريبا اصفر هو شنو هنا لاحظوا. شوف هذا السيستم شنو هو يكون شنو كونتينرز. السيستم كونتينوس اللي هو هذا الاشاره قسم منها ظاهر قسم منها ظاهر بالاوفر شوت اللي تلاحظونها قسم منها ظاهر. السيستم عندما تي كول 1 شوف ايش قد عندي هنا تي كول 1 السيستم ما ادري ايش قد صار عندي اوفر شوت ايش قد صار عندي بين ستيب وستيب ايش قد عندي مجالات ايش قد شوف لاحظ. عندما السيستم ايش قد عندي تي صار عندي شنو 0.5 شوف هنا الاوفر شوت قل. السيستم اقترب هنا ابتعد من الكونتينوس. شوف حاله السيستم تي ايكوال 1 السيستم ابتعد من الكونتينوس. ليش؟ يعني ما اخذ نفس مواصفات الكونتينوس. السيستم من قلل الاوفر شوف السامبلنج بريود قلت معناته السامبلنج فريكونسي ازداد لان السامبلنج بريود هي عكس السامبلنج فريكونسي. التي يساوي 1 اوفر اس الاف او اس هو السامبلنج فريكونسي ايش قد يزيد متام ايش قد يزيد وهذا السويتش مالت الكترونيك سويتش اللي ما نمبر اوف بلسز يزداد السيستم بعد يقترب من الكونتينوس. شوف من صار السيستم ديسكريت السامبل بريود بوينت 1 مع الفريكونسي ايش قد هنا الفريكونسي زاد اكثر يعني الاف ساوينا 1 على بوينت 1 شو ساوينا 10 بينما الاف هنا ايش قد قيمتها كانت 1 يعني الاف قامت ايش قد كانت هنا 1 على بوينت 5 هنا يعني 1 على بوينت 1 10 1 على بوينت 5 ايش قد هنا 2 يعني قيمته 1 هنا الفريكونسي 1 هنا الفريكونسي 2 هنا الفريكونسي ايش قد 10 شوف الزاد الفريكونسي شوف باللون ايه هذا اللون هذا السيستم شوف بالبوينت 1 عندما صار له بريود شوف تقريبا صار نفس مواصفات السيستم بالكونتينوس. اذا السيستم هم تصير كونتينوس اخوان هم اذا كان صار له بريود ايش قد يا علي عمر اذا السيستم يقترب من الكونتينوس ايش قد يقل الصار له بريود. علي عمر موجود لو غايب طلاب وياي لو ماكو موجودين لا اخوان ايش قد يقل السامبل بريود السامبل بريود من يقل السيستم يقترب من الكونتينوس. عندما السامبل بريود يكون صفر معناته صار السيستم هو كونتينوس. لذلك شوف ايش قد يقل السامبل بريود معناته الاف سامبل من يصير صفر يصير انفينيتي الاف سامبل اخوان ايش قد يزيد ايش قد يصير السامبلنج فريكونسي قد يزيد السيستم يقترب من شنو الكونتينوس. ليش؟ لان السامبلنج بريود تقل يعني التقطيع بين بلس وبلس يكون اقل. شوف هنا التقطيع بين بلس وبلس يكون اكثر بالتي كول 1 تي كول 0.5 اقل التقطيع بين بلس وبلس يعني بين بلس وبلس التقطيع بالبوينت 1 صار اقل اقرب للكونتينوس. لاحظ اخوان هذه الاشارات ثلاثه هذا بحاله السكريبت فايل. بحاله السيمولينج اخوان بحالة السيمولينج شوف يكون يعني لكم أوضح أكثر. شوف هذا عندك البلانت مالنا أنا سويته بالسيمولينج عم تعرفون أنتم هذا البلانت مالنا وربطته على الملتبلكسر. هذا إخوان الملتبلكسر مالنا هذا الملتبلكسر يعني شنو مجموع مثل ماي سو سيستم. ليش شنو ماي سو يعني داخل أنبوت 3 أنبوت داخل والأوت وشنو الإخراج مالته شنو كل واحد جامع حد ملتبلكسر يجمع لنا الإشارات. عندي هذا السيستم نفس البلانت واحد الـ S سكوير بلس S كل هذه وهذا زيرو اوردر هولد اخوان هذا زيرو اوردر هولد وهذا عندك الستيب انبوت اني مالته عندي هذا شنو الاوتبوت. شوف اخوان هذه اللون الاصفر شوف حالة السيستم عندما يكون شنو التي واحد شوف ايش قد عندك الاوفر شوت عندما التي يقل اثنين شوف عندك السيستم راح يقترب من الكونتينوس. بحالة التي كول بوينت 1 شوف السيستم تقريبا هو نفسه هو الكونتينوس مالنا السيستم يكون بحالة التي اللون هو اللون الاحمر شوف هنا السيستم ايش قد السامبل بريود مالته يقل
معناته السامبل فريكونسي ازداد، معناته السيستم يقترب من الكونتينوس. هذا اخوانا مسوي لكم اياه بحاله شنو؟ بحاله انه السيمليك. بس اخوانا المناقشه هاو السامبل تايم افكت رائع، يعني ماكو عندك الرايز تايم والبيك تايم والاوفر شوت والستانج تايم اوف ا سيستم. السامبل تايم يعني انت احنا اخذنا اخوان ثلاث حالات، السامبل تايم او السامبل بريود عندما كان تي كوال واحد، وتي انا اشرح لكم الدسكشن تايم احد يسالني عليها وما واحد يسال يدز لي خمس ست اسئله 10 اسئله وتعال جاوب عليها. عندك السامبل بريود اخذناه واحد، والسامبل بريود ايش قد اخذناه؟ اخذناه 0.5، واخذنا السامبل بريود ايش قد قيمته؟ 2.1. اقول لك شنو تاثيره على الرايز تايم؟ شنو تاثيره على البيك تايم؟ شنو تاثيره على اوفر شوت؟ لاحظوا على سبيل المثال مثل الاوفر شوت والبقيه انتم ناقشوها، انا ناقش لكم هذه مثلا على سبيل المثال السطلنج تايم. لاحظ من من من, من يقل السامبل بريود عند الاوفر شوت قاعد يقل، مو تمام؟ السيستم شو يصير بي؟ يسرع لو يبطا؟ من يسرع السيستم زين، هو من شنو تاثيره على السطلنج تايم؟ مو تمام؟ البيك تايم جاي يصير بي يقل يزيد، الرايز تايم يقل يزيد، السطلنج تايم يقل يزيد، الاوفر شوت شفناه قاعد يقل. هذا اللي عم نتناقشه، شنو تاثيره من يكون السامبل بريود يقل؟ شنو تاثيره على الاوفر شوت؟ شنو تاثيره على الرايز تايم؟ شنو تاثيره على البيك تايم؟ شنو التاثير مالته؟ على سبيل المثال اشرح لكم واحده، الاوفر شوت نشوف السيستم مالنا كل ما يقل السامبل بريود الاوفر شوت قاعد يقل، وياثر لي على الرايز تايم والبيك تايم والسطلنج تايم. هذا انت اخوان تناقشونا اللي عم بسلطاتكم. هاو براكتيكال سامبل اند هول سيركت ورك. اكو يعني السامبل اللي هو شنو اخوان؟ السامبل هولد سيركت اللي هو شنو؟ السامبل هولد سيركت اللي هو نفس الزيرو اوردر هولد. براكتيكال شلون قاعد يشتغل هذا على السيمينج؟ شلون قاعد يشتغل على البراكتيكال؟ شرحناها واشتقيناها اكثر من مره. هو شنو عندي؟ انا زيرو اوردر، هو الزيرو اوردر هو نوع من انواع شنو الهولد سيركت. ليش قاعد شنو يعمل لي شنو هولد؟ يعني شنو يمسك الليفل مال السيجنال مالتي ويمشي الى اليسار السامبل الثاني ويجي الليفل مالته عاد شنو يقل او يزداد حسب موقع السامبل الاخر. وهكذا اخوان تتكرر العمليه. رايد انا ماتلاب بروجرام، تكتب ماتلاب بروجرام وتاخذ السامبل بريود، انت تختار ثلاثه سامبل بريود، جزء واحد وبوينت 5 وبوينت 1 ما يرهمن، انت تختار سامبل بريود ثلاثه وتكتب طلع لي برنامج نتائج هذا السيستم مالنا. بعدين تهين هذا بالسيمينينج، عندك هم هذا هنا تحسام تربط سيمينينج وتختار سامبلنج بريود 3 سامبلنج بريود وتطلع شنو الافكت، تشوف عفوا سامبلنج تايم اند تايم ريسبونس سبيسيفيكيشن بارامتر. هنا برمجيا هنا باصل سيمينينج، واضح طلاب؟ والبرامج انا قاعد انزل لكم مدللين بحيث ما تتعبون اي شيء وتجدون شنو النتائج.